يلا خليك الكلمه. تفضل كريم. تفضل زيد فضلك حسان. اذا عن احوال الطقس لنهار اليوم، كما شاهدنا خلال يوم الامس كان جو منعش تقريبا على جل المناطق الشماليه، رغم ذلك على المناطق الصحراويه كان طقس حار تقريبا على كافة الجنوب. لكن خلال نهار اليوم مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مشمسة صحوة على الواجهة الساحلية، لكن إن شاء الله على المرتفعات خلال الأمسية ننتظر سحب ركامية رعدية ستخص المرتفعات والهضاب إن شاء الله. إذا رعود منعزلة ستخص المناطق الداخلية من الغرب نحو الشرق، كذلك على مناطق الجنوب الشرقي. إذا الأجواء تبقى رعدية كذلك على المناطق التي تقع مناطق الجنوب الغربي، كذلك الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، أجواء صافية مشمسة إذا تقريبا على كل هذه المناطق. درجات الحرارة كما قلت الأخ حسن تبقى منعشة تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية. ننتظر مقاييس إن شاء الله على العاصمة لن تتعدى 33 درجة، نفس المقياس وهذا أقول على المرتفعات الداخلية على كل من تلمسان، كذلك قسنطينة سطيف ننتظر 30 درجة على ولاية وهران. مقاييس على شمال الصحراء تتراوح ما بين 38 درجة إلى غاية 40 درجة، سترتفع كلما اتجهنا نحو الصحراء الوسطى لتقارب 46 درجة على كل من أدرار تميمون، كذلك ولاية إنصلح 43 درجة على أقصى الجنوب، ولن تتعدى 38 درجة وهذا على منطقتي الأهجار والتاسيلي. عن البحر لنهار اليوم مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر هادئ وجميل على الواجهة الوسطى، حتى رياح ضعيفة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية تصل غاية 30 كيلومتر في الساعة، بينما على الواجهة الشرقية وكذلك السواحل أقول الغربية هنا البحر سيبقى قليل الاضطراب، رياح متغيرة الاتجاهات شرقا ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، بينما معتدلة ضمن التيارات الشمالية شرقية على الواجهة الغربية تصل غير 40 كيلومتر في الساعة. أما عن درجة حرارة مياه البحر لنهار اليوم إن شاء الله تبقى معتدلة تتراوح ما بين 24 درجة إلى غاية 25 درجة مئوية تقريبا على طول الشريط الساحلي. أما عن أحوال الطقس، هذا عن أحوال الطقس أقول داخل الوطن، على بعض عواصم أوروبا أين بحول الله أمطار على الواجهة الشرقية على كل من موسكو، كييف، كذلك فيينا، إسطنبول، أجواء مشمسة على وسط القارة وكذلك غرب القارة على كل من لشبونة، مدريد أين درجات الحرارة إن شاء الله سترتفع لغاية 39 درجة على مدريد، ننتظر 35 درجة على لشبونة، بينما 29 درجة فقط وهذا على لندن، 21 درجة على برلين، ننتظر على باريس مع أجواء مشمسة 28 درجة، نفس الأجواء على روما مع 32 درجة. تتسألوا عن أوقات غروب الشمس لنهار اليوم، إن شاء الله مشاهدينا الكرام سيكون بحول الله في تمام 8:08، ودائما لأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. ألقاكم بعد الفاصل ونتلاقوا مع حسن و ياسينيا.